شارك سعادة السيد علي بن محمد رمحي وزير شؤون الإعلام في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 19 والذي يقام في الجمهورية التونسية في الفترة من 26 وحتى 29 من شهر أبريل الجاري تحت شعار نصرة القدس العربية. وخلال حفل افتتاح تم تكريم سعادة وزير شؤون الإعلام بدرع الاتحاد تقديرا لجهود سعادته في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، كما شارك سعادته في تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية نظير إسهاماتها الفعالة لتطوير قطاع الإعلام والاتصال في الوطن العربي. وعلى هامش مشاركة سعادته في المهرجان التقى سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام بوزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، حيث تقدم سعادة وزير شؤون الإعلام لوزير الثقافة التونسي بخلص الشكر على التنظيم المميز للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والذي يعد إنجازا كبيرا يحسب للجمهورية التونسية الشقيقة منذ أكثر من 35 عاما. كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة. كما التقى سعادة وزير شؤون الإعلام بالمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين. وخلال اللقاء أكد سعادة وزير شؤون الإعلام موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اختيار اسم نصرة القدس العربية كشعار للمهرجان في دورته 19 أسوة بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بتسمية الدورة 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة القدس، يؤكد وحدة الموقف العربي لنصرة القضية الفلسطينية واعتبارها القضية الأولى في عالمنا العربي. هذا والتقى سعادة وزير شؤون الإعلام بنائب رئيس الوزراء وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام بضرورة استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الإعلامي. وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث جهود التنسيق والتعاون في المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.